اهلا بكم كاملين. اجيو تشوفوا اليوم مشيت لكم لا سيمين الجيريان. هاد لا سيمين دايرين هنا عندنا في تولوز. خبركم ولا ماشي في خبركم؟ راه ماشي بعيده عليكم، جات في او ميليو ديال تولوز سان ميشيل و اون بالو. بامكانكم تاخذوا ليها لا ليني بي او لا تاخذوا غير لو بيس او لا لو ترام. المهم فاش كتمشيو ها هو لو صالون ديالهم ديال الاخوه ديالنا في الجيري اللي جاوا من الجيري بور ليكسبوزيسيون ديال بزاف لي برودوي نتاعهم. وهكذا انا مشيت وصورت لكم كل شيء كيف ما هو، وخليكم حتى نتوما تستمتعوا ان شاء الله بهذا الشيء اللي عندهم في لو صالون. اغلبيه الحوايج اللي كاينه هما بحال هكا، تيكونوا عندهم دي بونبون، تيكون عندهم دي ديفيرون بونبون كاراميل كاراميليزي ولا كراميل ولا هذا ولا لي برودوي بحال ديال الحلوى. هو نورمالمون سي ان صالون بور سبيسيال رمضان. بالحق انا مشيت حتى لابريميدي لافان تقريبا، فكان شويه الدنيا خوات يعني ما كانش الناس كتار كيف كتشوفوا. كاين التمور الجزائريه خوتنا اللي بغاو التمور، اللي هي تمور زوينه بزاف معسله على حسب الاذواق. كاين اللي كيحب التمور معسله، وكاين اللي كيحب التمور انها تكون شويه ريجيد، تكون شويه قاصحه. كنخليكم مع هاد انكم تشوفوا معايا وكانكم حاضرين معايا، يعني هذه جوله في هاد لو صالون. عندهم فيه كيف قلت لكم تمور، عندهم انواع من المعسلات ومن العسل كبرودوي جاي من الجيري العسل. ها هو انتم هنايا تشوفوا. للاسف ما حاولت ما امكن انني نصور بلا ما ناخذ الوجوه ولا هذا، ولكن ما قدرتش لان الناس كانت كتكون واقفه اللي كتشري وكتسول واللي كتاخذ ديزانفو، حيت هنا كاين حتى دي زاجونس اللي هما يخصين بلي فواياج و كيعطيو معلومات على لي فول على لي زوتيل. عندهم هنا حتى دي برودوي خاصين، مثلا باغ اكزومبل هاد الشركه ار دي او اف ا اللي كتعاون المبتدئين، الناس اللي باغيين يديروا دي زونتربريز، ينشؤوا دي زونتربريز، فهي تتعاونهم كتوقف معاهم خطوه خطوه حتى يكملوا جميع من بدايه من الاوراق وبدايه من البروجي كبروجي حتى النهايه ديالو. هنا كتشوفوا هذه ديجا شركه اللي كتعرض هاد الماتيريال ديالهم كيفاش كيتصاوب، كل شيء كاين هنا بور سي ان غيوناج كيف كتشوفوا. انا تنصور لكم بشويه بشويه، تنحاول انني ناخذ لكم كل شيء باش تاخذوا المعلومات الكافيه، بالاخص للناس اللي خارج تولوز او في مدن اخرى وما ساعدهمش الوقت باش يجيو وباش يشوفوا. هنا هاد البلاصه دايرين منزلين فيها ملابس للمناسبات، انا كنصور لكم ملابس جميله خاصه بالمناسبات. وهنايا التمور من جديد، زيت الزيتون، وكل ما هو خاص برمضان. نخليكم كذلك تشاهدوا هاد الشيء، هاد الصور، هاد اللقطات اللي خديت لكم. من بعد مشينا شفنا كذلك، لانني ما كنتش بوحدي، كنت مع صديقة ديالي، فخدينا هكا جوله وميم طون نصور لكم باش حتى نتوما تكونوا كتتمتعوا معايا بالمشاهده. منزلين حتى الاواني، فهي كتشاهدوها هنايا كل ما يخص المطبخ. صحيح ان هذا الشيء ما كاينش كثير، يعني قليل فقط اللي منزلين، ربما لانه كان المساء، ربما لانه اول يوم، يعني لانه لغايه يوم السبت ان شاء الله مده 4 ايام 21 22 23 24، ربما هذا هو السبب. ربما كانوا الناس في خلال اليوم هنا كيف ما كنتكلم معكم، انا كنت في نهايه اليوم نهايه المساء. هنا كاين واحد الدريسين ديال الحلويات الخاصه بالجزائر،
الحلويات الجزائرية اللذيذة باللوز والمعسلات. هنا كتاخد الحلوة كدير 2 أورو الوحيدة، معها كافي حتى هو كنظن تكون ديك 3 أورو، نسيت الأثمنة صراحة. مي الحلويات كنظن هذا هو، كان هذا هو الثمن ديالها بالضبط. وخلاص هانتم هنا كتشوفوا كاين ترحاب. شكرا. فين اللي بغيتي انتيا؟ باش اللي بغيتيهاش هادي تبدلي، بغيتي هادي تجيبهم بجوج قطيان. سير. لا لا كلشي بحال بحال. عندك هنايا. هادو الشكيلات اللي خدينا، المقروط حلو باللوز. بنان ولداد صراحة معسلين غزالين، عجبونا كانوا زوينين. ولو انهم كانوا صغار لكن كانوا زوينين، ما كرهناش كون كانوا كبر من هكا. وحنا دابا يا صافي خرجنا، صورت لكم من الخارج لان الاول ويت هذا اللي كاين في كخوا دي بيير، يعني كتقدروا تمشيو كيف قلت لكم تاخذوا لو ترام كتنزلوا كتزيدوا شويه على رجليكم واحد 7 مينوت. هاد الاول كنت كنعقل هو اللي كنا كنديروا فيه لو فاكسون ديال الكوفيد الا تعقلتوا، كان حمل لانهم كبار من الداخل وكانوا داروا فيهم بلوزيور لابو بلوزيور بيرو. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وجولة ممتعة.